بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دورة أو كورس البايثون. قبل ما أتكلم عن الدورة بالتفصيل أحب أوضح إن الفكرة إن إحنا عايزين نقدم مجموعة كبيرة جدا من الدورات في مجالات مختلفة، بحيث إن إحنا نقدر نستخرج مش مبرمجين عاديين، لا إحنا عايزين نستخرج ناس إن شاء الله متخصصة ومتفتحة في مجالات كبيرة ومتداخلة. ففي المرحلة دي هنقدم دورات كتيرة للمبتدئين، وبرضه في دورات تبقى للمحترفين قوي، لكن هنطلع في الموضوع ده بالتدريج بحيث ان اللي عايز يمشي معانا في المسيرة ان شاء الله يقدر يتدرج معانا. وقدر الامكان حبينا نركز فيه على لغة واحدة بس، اللغة دي تكون تقدر تعيننا على التخصصات المختلفة دي. واخترنا لغة البايثون لقدرتها طبعا على الانجاز في المجالات الاساسية اللي هي منتشرة والمجالات الحديثة كمان المختلفة. بس البداية هتبقى طبعا من الصفر خالص، هنبدأ ان شاء الله مع بعض بلغة البرمجة الخاصة بالبايثون ونركز فيها، ويكون الكورس بإذن الله هيكون مكثف وهنعمله اونلاين عشان الناس تقدر تحضره من اي مكان من اي دولة عادي. المواعيد في الغالب بنعملها ليلا عشان توافق اغلب الناس، وفي كل موضوع بإذن الله هنحط امثلة في اخر الفيديوز وكده بحيث الناس تحلها وبنشوفها ونتناقش فيها اثناء طبعا اللايف مع بعض بحيث الناس تستفيد بشكل عملي قدر الامكان. وبعد ما بيخلص الكورس ان شاء الله بنعلن عن الكورس اللي بعده او المستوى اللي بعده وهكذا باذن الله، لكن مش هنعمل كله مره واحده. طبعا في للكورس شهاده للدوره ديت ليها اي دي، لما بتكليك على الاي دي في الشهاده طبعا بنبعتك على الموقع بتاعي، هتلاقي فيه بياناتك كلها وبيانات الدوره اللي انت حصلت عليها كتاكيد ان الشهاده بتاعتك سليمه. وده طبعا هنعمله ان شاء الله بتكاليف رمزيه خالص، وبرضه بالنسبه كمان للناس اللي هي غير قادره بنقدم لها برضه خدمه ان الكورس ان شاء الله هنقدمه لهم بشكل تقدر تحصل عليه بشكل مجاني. الفكره كلها هتسجل في اللينك برضه اللي موجود مع الفيديو، وبتختار انك عايز تخش الكورس دوت مجانا فتتضاف على جروب على الواتساب هنعمله، بتخش بنضيفك عليه، وبعد كده اما بيبدا الكورس كل اسبوع بيوصلك عليه يعني الفيديوهات اللي احنا عملناها مباشره مع الشباب تقدر تذاكرها وتبقى متابع معانا. ولو انت برضو المستوى اللي احنا هنبدا نشرحه دوت مثلا بالنسبه ليك انت متمكن فيه وعايز بعد كده ان شاء الله تشتغل معانا في المستويات الاعلى، ممكن تشترك برضو مجانا بحيث تبقى بقيت موجود معانا في الجروب ومتابع وعارف اول ما تلاقينا بدانا هنخش في المستوى اللي بعد كده اللي انت محتاجه بتقدر تشترك. الدوره ان شاء الله هتبدا يوم الجمعه 17/7، هنبدا الساعه 9 ان شاء الله بتوقيت مصر 9 مساء، واخر ميعاد طبعا للاشتراك هيبقى يوم الخميس 16/7. بالنسبه لسلسله الدورات اللي احنا هنقدمها، الناس اللي بتسال على بعد كده الخطه ايه، طبعا مش حابين نعرض المستويات كلها وكده، لكن انا هديكم نبذه عن المستويات كلها، لكن هنمشي دوره بدوره منفصلين بحيث ان الناس تقدر تغير رايها وتتحرك بحريه اكتر. فان شاء الله بعد ما الكورس الاول خاص بالبرمجه هنقدم دورات ان شاء الله في تطبيقات الويب، هنقدم تطبيقات في تطبيقات الويب سكرابنج سكيورتي، هنقدم دورات في الموبايل ابلكيشنز، هنقدم دورات في الكاستمايزيشن على الاوبن سورس بتاعه البايثون الاي ار بي سيستمز المشهوره اللي بقت مطلوبه دلوقتي في الشركات والشركات بتطلبها كتير زي اودو وغيره. انتاج برامج طبعا الذكاء الاصطناعي، هنتعلم ان شاء الله ناخد مستويات في الذكاء الاصطناعي الاي اي بتخصصاتها بقى المختلفه، يعني مش بس يعني مثلا فويس ريكوجنيشن، هناخد حاجات في الماشين ليرنينج، حاجات الان ال بي، حاجات في الكمبيوتر فيجن الى اخره من السيستمز على حسب ما ربنا ييسر لنا ان شاء الله. برضه التطبيقات الخاصه بالبيج ديتا هنشتغل عليها، اللي بقى شغلها بيتزايد دلوقتي في السوق وبقى بتطلب في برامج زي الباي سبارك والباي دوب وغيرهم، هنشتغل عليها ان شاء الله. والمستويات دي طبعا في حاجات تانيه اكتر، لكن عشان نقدر نوصل لكل ده هنبدا ان شاء الله البدايه هتكون بخطوه ملحوظه. طبعا انت مش محتاج تدرس ده كله عشان تقدر تخش تشتغل، يعني طبعا ممكن بس مجرد ما وصلت لمستوى الويب تشتغل، او ممكن لو قدرت مستوى الموبايل تشتغل زي ما اغلب الناس اللي في السوق بتعمل كده، لكن احنا ان شاء الله هنكمل بقى المستويات اللي اتكلمنا عليها بعون ربنا يعني، وان شاء الله اشوفكم قريبا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.